السلام عليكم. اليوم نروحوا المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله لنقف على الأشغال تاع الصيانة تاع الفضاءات الخضراء في المدينة، ونشوف يعني مساحات جميلة فيها، يعني الجانب الجميل هو فيه يعني غرس أزهار مختلفة الألوان، وهذا يزيد يعطي نوع من إنسانية، طابع الهيومانيزاسيون، يعني طابع إنساني، ما يبقاش غير البيتون البيتون البيتون. إذا شيء جميل أن نشاهد مثل هذه الفضاءات الخضراء في المدن الجديدة والأحياء الجديدة. إن شاء الله تكون أكثر من هذا، تكون حدائق. إحنا ماذا بينا نشوفوا حدائق يعني خضراء غناء وسط الأحياء هذه، واللي يكون فيها توازن، لازم يكون توازن بيئي اللي يخدم الإنسان ويريح يعني النفس في هذه الفضاءات البيطونية، إذا صح التعبير. أترككم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو، وصحة صيامكم وصحة فطوركم، والسلام عليكم.